يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. حياكم الله في برنامج أخبار هوليوود، واللي ناخذ فيه لفة سريعة على أهم أخبار الممثلين والممثلات والمخرجين والكتاب والسينما والتلفزيون بشكل عام. وكالعادة يا جماعة، وعلشان ما تطول المقدمات ويكثر الكلام، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول. والأهم من هذا كله، لو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، لأنه اللايك أكثر شيء ممكن تدعم فيها القناة. تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجودة في صندوق الوصف والديسكورد وكمان تويتش. غير كذا، اربط لحزامك، اربطي لحزامك، ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. وصلت الحلقة الأولى من القسم الثاني من الموسم الأخير لمسلسل بيتر كول سول. هي فترة الانتظار كانت قصيرة للأمانة إلى حد ما، مقارنة بانتظارنا أي مسلسل ثاني، بس للأمانة كانت فترة طويلة بالنسبة لي. عموما، هي بالضبط الحلقة الثامنة من الموسم الأخير، وحصلت هذه الحلقة يا جماعة على تقييمات ومراجعات جدا عالية، وصلت إلى 9.8 من 10، يعني 10 من 10 إلا تكة. أرجع وأكرر، إذا أنت ما تابعت مسلسل بيتر كول سول، أرجوك ابدأ تابعه، موجود في نتفليكس الآن، تقدر تخش وتتابع أول 5 مواسم كاملة، والموسم الأخير غالبا ما راح ينتهي إلا وانت إيش مخلص، اللي هو الموسم السادس، ما هو موجود في نتفليكس إلى الآن في الشرق الأوسط، أكيد يعني بتلقى طريقة تتابع فيه الموسم الأخير. عموما، لا يفوتكم مسلسل بيتر كول سول يا جماعة، مرة رهيب. الأخوين دافر، واللي هم صانعين ومؤلفين مسلسل سترينجر ثينجز، أعلنوا يا جماعة إنهم جالسين يشتغلون على عمل جديد مع نتفليكس. أكيد مسلسل رعب ثاني ومراهقين وكذا، صح يا وجيه؟ لا، أحب أقول لكم يا جماعة إنهم شغالين على عمل مقتبس من الأنمي الشهير ديث نوت. كيف؟ لا تسألني، سألهم هم. ولكن شوفوا يا جماعة، أنا ماني إنسان متشائم، بس ركزوا شويتين في الكلام الجاي اللي راح أقوله. الأنمي الأصلي اللي هو اسمه ديث نوت نزل سنة 2006، وتقييمه على موقع IMDB 9 من 10، وللأمانة أنمي عظيم متكامل من أروع ما يكون. اليابانيين اتحمسوا بعد هذا الأنمي وقالوا يلا خلينا نعمل إيش، فيلم اسمه ديث نوت، فيلم حقيقي مش أنيميشن. سووا فيلم ديث نوت سنة 2006، وأخذ له تقييم تقريبا 7.2 من 10 على موقع IMDB، تقييم كويس مقارنة بكونه فيلم. اليابانيين تحمسوا زيادة وقالوا يلا خلينا نعمل فيلم ثالث مقتبس من ديث نوت، ونزل سنة 2007 السنة اللي بعدها. ياب، لكن يا جماعة اليابانيين ما اكتفوا، قالوا لا نبغى كمان نسوي ديث نوت، بس دي المرة مسلسل حقيقي، مسلسل حي مش فيلم ولا انيميشن. والله بالفعل نزلوا مسلسل ديث نوت مسلسل حي سنة 2015، واخذ تقريبا تقييم 7.1 من 10 على موقع IMDB. التقييم ما هو مرة عظيم مقارنة بتقييمات المسلسلات، بس كويس 7.1 من 10. وفجأة هذا الشيء اللي مخليني يعني اتخوف شوية، وفجأة جات نتفليكس سنة 2017 وقالوا يلا احنا كمان بنسوي فيلم حي لديث نوت، وسووا فيلم حي وجابوا ام 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 العيد فيه، ولا اخذ تقييم 4.5 من 10. 4.5 من 10 يا مفترين. عموما انا مش متشائم، بس تجارب اليابانيين في صنع او اعادة انتاج ديث نوت افضل بكثير من تجارب هوليوود، صدق. انا مش عارف وش ناويين عليها الاخوين دافر مع نتفليكس في المسلسل المشتق او العمل المشتق من ديث نوت، ولكن انا دائما قبل ما ينزل اي شيء مثير للجدل احب اقول حاجه واحده، اتمنى انه ما يكون سيء. جيد، جيد جدا، بس لا يكون سيء. وش الشيء اللي مخليني اخاف بنسبه اقل؟ انه ممكن تكون فكره ديث نوت مقتبسه، فكره النوت نفسها، بس القصه مختلفه، فممكن نشوف حاجه حلوه، ما ادري، ننتظر ونشوف ايش ورانا. ما هي اول مره نتفليكس تجيب العيد، خليهم يجيبوا العيد مره ثانيه امر الله، واذا جابوا حاجه كويسه شكرا ليهم. المخرج الكبير والمثير للجدل كوينتين تارانتينو، تصريح جريء اكثر من تصريحه لحبه لاقدام النساء. لو ما تعرفون قصه تارانتينو، ترى الادمي هذا كذا صرح وقال انا احب رجول النسوان، اقدام النسوان انا احبها، وكل فيلم من افلامه لازم تظهر قدم امراه حافيه بطريقه مباشره وغير مباشره. عموما، في احد اللقاءات صرح وقال ان المسلسل الكرتوني بيبا بيجي قد يكون افضل الاعمال الكرتونيه الموجهه للاطفال، بل انه هو بنفسه يتابع هذا العمل الكرتوني مع طفله ليو. وصرح في نفس اللقاء وقال ان ابنه الصغير ليو ما شاف اي فيلم في حياته الا فيلم واحد فقط، واللي هو ديسبيكابل مي الجزء الثاني. اكيد انت جالس تسأل نفسك الحين يا وجيه، كم عمر ولده؟ 5 10 15 سنة؟ حب اقول لك لا، عمره 2 بس، والولد بدأ يقحمه في عالم الافلام والمسلسلات من بدري. حلو عليك ترنتينو. تم اطلاق التريلر الرسمي الاول لفيلم الدراما التاريخية امستردام. طبعا احنا مو متعودين نتداول
نتداول إعلانات الأفلام بشكل كبير في برنامجنا لأنها تعتبر إعلانات مجانية، وأنا ما أحب أسوي شيء بلاش للأمانة، بس هذا الفيلم شدني، طاقم هذا الفيلم بالتحديد شدني وقال لازم تشارك هذا الخبر مع المتابعين اليوم يتحمسوا زي ما أنت متحمس. أباكم تشوفوا كمية النجوم اللي راح يمثلوا في هذا الفيلم، وبعدين بعطيكم نبذة قصيرة عن قصته. كريستيان بيل ومارجو روبي وروبرت دينيرو ورامي مالك وزوي سالندا وأنيا تايلور وجون ديفيد واشنطن وكريس روك، كمان المغنية تايلر سويفت. يب، الأسماء اللي قلتها هذه كلها راح يكونون موجودين في هذا الفيلم. قصة الفيلم يا جماعة راح تكون في الثلاثينيات، عن ثلاثة أصدقاء يشهدون جريمة قتل، وعلى إثر شهادتهم هذه يصيروا متورطين ومشتبه فيهم في هذه الجريمة. وأثناء بحثهم وتحريهم إنهم كيف يخرجوا من هذه المصيبة، يكتشفون واحدة من أبشع وأفظع المؤامرات في التاريخ الأمريكي كله. القصة مثيرة للاهتمام وأبطال الفيلم مثيرين للاهتمام، عشان كذا أنا متحمس. عموما يا جماعة الفيلم متوقع عرضه هذه السنة يوم 4 نوفمبر، واحب اقول لكم انتم كمان لازم تتحمسوا شوية، لا تحمسوا كثير بعدين تحطوها في ظهري، ما لي شغل، بس الفيلم يعني يقول لك تحمس. خبر غير رسمي لانه ما فيه مصادر كثيرة تداولت، حبيت انقله لكم لانه لو كان صحيح بيكون حاجة مرة كويسة. الخبر ايش يقول؟ يقول انه دي سي المحترمة، دي سي الاخلاق، دي سي التاريخ، اتمنى انه ديزني تتعلم ونتفليكس تتعلم لو كان هذا الخبر صحيح. تخيلوا دي سي ايش عملت تجنبا لأي اصطدامات مع الشعب العربي والشعب الإسلامي. يقولون إنه دي سي قررت تغير اسم فيلم شازام القادم من شازام فيوري أوف ذا جودز، واللي ترجمته الحرفية تعني شازام غضب الآلهة. الاسم هذا يفترض إنهم بيغيروه في العالم العربي والإسلامي إلى إيش؟ إلى شازام فيوري أوف ذا كينجز، والترجمة الحرفية صارت إيش؟ شازام غضب الملوك، مش غضب الآلهة. قالك يا أبويا إيش اللي زعل العرب؟ تمرير أجندة ما الأمة لازمة خالف عاداتهم وتقاليدهم. يا ابويا شيل غير ام الاسم، احنا ليش نخسر جمهور كبير زي الجمهور العربي؟ غير لهم الاسم احتياطا لا سمح الله علشان ما يمنعون ايش الرقابه عندهم. لو الخبر هذا صحيح اتمنى فعلا انه ديزني تتعلم تبطل ام العناد اللي عندها، ونتفليكس تتعلم وتتعود من ابليس وتبطل الهبل حقها. نعرف لكم شركه رفضت تحذف مشهد مدته يمكن دقيقتين وخسروا ملايين الدولارات بسبب انهم والله ما نحذف، والله طز فيكم القم القم. عموما يا جماعة الخبر إلى الآن ما فيه أي مصدر رسمي، أنا شفت بعض المصادر العربية في تويتر كمان تكلمت عنه، ومصادر غير موثوقة بشكل 100%. كان هذا الخبر صحيح راح تكون حاجة إيجابية جدا في صالح دي سي، لأنه شوفوا وارنر براذر بشكل عام ترى ما يفكرون في تمرير أجندة والخرابيط حقهم هذه، لا، بيزنس بيزنس، حاجة حتجيب لي فلوس سويها، حاجة حتخسرني فلوس لا تسويها، وهذا الصح. شغلوا لي مخكم شوية يا ديزني انتم ونتفليكس، خذوا ها هذا في مشهد مثلي مدته 15 ثانية ما من أمه فايدة بس بنحطه عناد، خذوا مشهد فيلم كامل بيدوفيلي، عباطة عباطة يا أخي، اسمه بيزنس، اشتغل خلي البيزنس نظيف شوية. عموما الخبر ما هو موثوق وما في أي مصادر أجنبية تكلمت عن الخبر نهائيا، ولكن أتمنى إنه يكون صحيح. بعد عرض فيلم ديسبيكابل مي الجديد تم الإعلان إنه إجمالي الأرباح اللي حققتها هذه السلسلة اللطيفة طوال فترة إصدارها وجميع إصداراتها وصلت حوالي 4 مليار دولار أمريكي، يا ساتر. تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل The Boys، والله بيوحشنا، والله بيوحشنا، ما أعرف كيف الأسبوع بيمر، يعني الفترة الماضية الكم 10 أسابيع الماضية كلها كذا مع The Boys كان لها طعم ثاني. عموما تم عرض الحلقة الأخيرة الأسبوع الماضي، وفي عرف الأفلام والمسلسلات هذه الحلقة تقييمها جدا عالي لأنها حصلت على تقييم 9 من 10، ويا له من فينالي عظيم للموسم الثالث لأحد أعظم مسلسلات السوبر هيرو. دقيقة أنا قلت أحد أعظم، لا يا حبيبي، وين أحد أعظم؟ أعظم مسلسل سوبر هيرو على الإطلاق. حقيقة يا جماعة كل اللي أقدر أقوله لكم يعني عن مسلسل The Boys، يا لجرأة صناعه، أجرأ من صناع مسلسل The Boys في عالم السوبر هيرو أنا عمري ما شفت أبدا أبدا، واللي تابع المسلسل غالبا راح يتفقوا معي. وبالحديث عن السوبر هيرو وأعمال السوبر هيرو الجريئة، شخصية ديردفلز وشخصية كينجز بين من المسلسل الشهير ديردفلز، إشاعات تقول إنه راح يكون لهم ظهور في المسلسل الخاص بشخصية إيكو في عالم مارفل القادم سنة 2023. هذا يعني إذا شفنا ديردفل وشفنا كينجز بين معناته إنه غالبا راح نشوفهم برضو في عالم مارفل في أعمال أخرى، إلا لو إنهم أنهوا أم مسيرتهم في هذا المسلسل إيكو، لكن يظل خبر جدا جميل بالذات لمحبي مسلسل ديردفل. توم كروز يا جماعة قد تصل الأرباح اللي راح يتلقاها عن فيلم توب غان مافريك إلى حوالي
60 مليون دولار أمريكي، الأرباح حقه بس اللي يأخذها بجيبه. لو فاكرين في حلقة أقوى الصفقات في تاريخ هوليوود، كلمنا عن إنه توم كروز أخذ عن دوره في فيلم توب غان مافريك حوالي 13 مليون دولار، وكان يقدر يطلب أكثر ومن حقه يطلب أكثر لأنه توم كروز. لكن الأدم يشغل دماغه، قال أنا ليش أخذ كثير؟ أطلب راتب قليل، قيمة عقد يعني 13 مليون، بالإضافة إلى نسبة من أرباح الفيلم. إذا الفيلم حقق 100 مليون تنزل لي نسبة بنت 66 كل، إذا حقق 100 مليار أيا كان الرقم بتنزل له نسبة مرة ممتازة. وبحكم إنه فيلم توب غان مافريك وصلت أرباحه إلى أكثر من 1,100,000,000، قد تصل النسبة اللي راح يأخذها توم كروز، النسبة اللي حددها هو بالإضافة ل 13 مليون، إلى حوالي 60 مليون دولار. عموما هذا التوجه بدأ يأخذه كثير من الممثلين، يطلبون رواتب مرة بسيطة ولكن يطلبون جنبها نسبة من أرباح الفيلم. فكرة مرة ممتازة وتجيب فلوس مرة كثير، أفضل منك تقول أبغى 20 مليون ولو طلبت نسبة كانت ال 20 مليون دي ممكن تصير 50 مليون، فهمتوا؟ عموما جود جاب، برافو توم كروز. مسلسل سترينجر ثينجز على منصة نتفليكس بعد إحصائية لنتفليكس تم نشرها الأيام الماضية، تجاوزت عدد مشاهدات هذا المسلسل أو بالتحديد الموسم الرابع عفوا لأكثر من 1,000,000,000 ساعة. أنا ما أعرف ليش نتفليكس حسبوها بالساعات وما قالوا عدد المشاهدات بشكل عام، بس وربي يا جماعة 1,000,000,000 ساعة مرة كثير. 1,000,000,000 ساعة يا ساتر. مسلسل سترينجر ثينجز اتفقنا على حبه ولا كرهه أو أننا اختلفنا في النص، ما يهم ذا الكلام. مسلسل سترينجر ثينجز له شعبية مرعبة في العالم. 1,000,000,000 ساعة يا ساتر. كلنا شفنا الصور اللي تسربت لفيلم باربي، أو اللي تابعوا الحلقات الماضية من شخبار هوليوود شافوها. وصف كثير من الجمهور الصور المسربة من فيلم باربي إنها وردية أكثر من اللازم، والناس بدأت تستهبل وتنشر ميمز هم لابسين وردي، هوح احجز لي تذكرة الفيلم باربي. وبعض الناس قالوا يا عالم كيف بيكون هذا الفيلم، إيش اللي وردي في وردي، وكمان باربي يعني هي شخصية لعبة، هي في الأصل لعبة أطفال وبيسووا لها فيلم، إيش بيكون الفيلم، أكيد إنه أهبل. عموما طلع الممثل راين غوسلينج اللي راح يمثل في فيلم باربي بدور شخصية كين، قال شوفوا يا جماعة فيما معناه، هو واضح إنه إيش مستاء يعني من آراء الناس الأولية، وقال فيما معناه يعني أنا ما أعرف وش الفكرة اللي وصلتكم عن فيلم باربي القادم، وأحب أقول لكم أي شيء شفتوه وفهمتوه عن الفيلم بناء على الصور اللي شفتوها ترى الفيلم بيكون شيء ثاني. وصرح راين غوسلينج إنه هو شخصيا مرة متحمس لهذا الفيلم، وإنه كان يحلم ويطمح إنه يقدم هذه الشخصية. والله شوفوا أنا أحب راين غوسلينج فلذلك أنا معه، إيه الفيلم يحمس، تحمسوا له، ما لي شغل راين غوسلينج يقول كذا على الله. الممثل دانيال كالويا يا جماعة ينسحب من فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني فجأة. الممثل اسمه كان موجود ضمن قائمة الممثلين وكاتبين له نص، بل انه كان له ظهور ثانوي في الجزء الاول من بلاك بانثر، ولكنه فجأة اعتذر وسحب على الفيلم كذا ببساطة، قال يا جماعة معليش انا مرتبط بمشاريع وافلام ثانية. عموما يا جماعة اللي ما تعرفونه عن هذا الممثل، كويس انه دوره ثانوي يعني ما راح يأثر على الفيلم بشكل بسيط، اللي ما تعرفونه عن هذا الممثل يا جماعة، سبحان الله في فترة من الفترات كان ناوي انه يترك التمثيل، بل انه وقف خلاص، قال تمثيل فوادي وانا فوادي ما لي نصيب، حاول كذا بس ما تجي الادوار بيض، وكان ناوي يترك عالم التمثيل. ولكن فجأة سبحان الله ابتسمته للحياة وبدأت تجي الفرص بشكل تدريجي، والآن صار الطلب عليه جدا عالي. نفهم شنو من هذا الكلام عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة؟ لا تستسلم حبيبي مهما كانت الظروف، قد تبتسم لك الحياة في أي لحظة وتتحسن ظروفك وتصير الحياة جدا أفضل، فتمسك بطموحاتك وتمسك في أحلامك وقاتل لأجلها. انطلق فيلم ثور لوف أند ثندر في صالات السينما حول العالم الأسبوع الماضي، وحقق في أول أسبوع له إيرادات وصلت إلى 300 مليون دولار. ياب 300 مليون دولار، حوالي 1,000,000,000 ريال سعودي، علما انه ميزانية هذا الفيلم كانت 250 مليون دولار، وتعد واحدة من اعلى ميزانيات الافلام على الاطلاق. ولكن الصدمة شنو يا جماعة؟ الصدمة انه الفيلم حصل على تقييم 6.9 من 10 على موقع IMDb. فاكرين لما عرضوه عرض اولي لمجموعة من البشر والنقاد واخذ تقييم 8 من 10 وآراء ايجابية، كله كان تسويق ترى، ها بس اني قلت لكم وقتها ترى مو شرط يحافظ على هذا التقييم، ممكن يطلع فوق ممكن ينزل تحت ممكن يظل زي ما هو، بس للأمانة ما كنت متوقع انه يوصل الى 6 من 10. ليش؟ عموما الفيلم راح يعرض في باقي الدول العربية بتاريخ 28 من هذا الشهر، ومدة الفيلم رسميا هي ساعة و58 دقيقة. ووصفه الكثير من المراجعين بانه الكوميديا فيه مرة كثيرة واكثر من اللازم، ووصفه البعض الاخر بانه الفيلم جيد ولا شيء اكثر من جيد، فيلم كذا كويس بس. ووصفه البعض الاخر وقالوا انه هذا أسوأ
أفلام ثور على الإطلاق، وإن مارفل ما توفقت فيها أبدا. أوتش. عموما لا تستعجلوا في الحكم، تضربوا أنفسكم، الفيلم راح ينزل قريب عندنا ونتابع بأنفسنا ونحكم بأنفسنا. سربت إشاعات قبل فترة تقول إنه رايان غوسلينج راح يلعب دور شخصية نوفا في عالم مارفل. أنا ما أعرف إيش هي شخصية نوفا ولا أقرأ الكوميك زي ما أنتوا عارفين، ولكن طلع رايان غوسلينج بنفسه قال يا أبوي الكلام هذا غير صحيح، لا نوفا ولا بطيخ. ولكن صرح أحد المدونين في تويتر وقال إنه رايان غوسلينج ما راح يلعب شخصية نوفا، ولكن رايان غوسلينج نفسه يتمنى إنه يلعب شخصية غوست رايدر. غوست رايدر رايان غوسلينج والله شوفها مرة لايق عليه صح. عموما هو يتمنى، ما هو خبر هذا، هذه سواليف بس. أوكي. رسميا يا جماعة أعلنت السلطات المعنية في مدينة ألباكيركي في أمريكا. أكيد من يوم سمعت ألباكيركي افتكرت حاجة صح؟ أيوة إيش؟ والتر وايت، جيسي بينكمان. أيوة بالضبط، شكرا لك، أنت مركز. عموما صرحت الجهات المعنية أو السلطات المعنية في مدينة ألباكيركي وقالوا يا أبويا راح نسوي تماثيل في مدينة ألباكيركي، والتماثيل هذه راح تكون لشخصية والتر وايت وجيسي بينكمان. إذا تمثالين جيسي بينكمان والتر وايت في مدينة ألباكيركي. المشكلة وين؟ جزء كبير من الجمهور مرة مستاء من هذه الفكرة، إنه يا عمي هذولي بياعين مخدرات، قتالين، سارقين، هذولي مجرمين، كيف تسوي لهم تماثيل؟ حتى وإن كانوا أبطال مسلسل وقصة خيالية، كيف تسوي لهم تماثيل؟ ليش التبجيل هذا؟ كيف تحتفي بهذه الشخصيات المجرمة؟ والبعض الآخر قالوا أيا كان اللي وافق على هذا القرار، قرار بناء تماثيل شخصية والتر وايت وجيسي بينكمان، أنا متأكد إنهم ما يعرفون أي شيء عن المسلسل، بس شوفوا صوره في كل كان منتشره وقالوا يلا نسوي له تمثال هنا في المدينة بحكم انه الناس يحبوه. لا حبيبي غلط، مو كذا تحتفي بالشخصيات الشريرة، غلط. عموما للأمانة الموضوع مرة غريب. انا احب جيسي بينكمان واحب والتر وايت كقصة جوة مسلسل، مش كعالم حقيقي، والله ما ابغى اشوفه من قلعه. نشرت نتفليكس صور اولية لتصميم شخصية فكنا قبل ما يتم اعتماد الشكل النهائي لشخصية فكنا داخل المسلسل. كان فيه مجموعة تصاميم او رسومات اولية تخيلية لكيف بيكون شكل فكنا. وشخصيا بعد ما شفت الصور، انت شفت الصور اكيد ظهرت لكم وانا قاعد اتكلم، قلت لا كويس، الشخصيه اللي اعتمدوها داخل المسلسل شكلها مره ممتاز ولايقه ومرعبه وكل شيء تمام. الشخصيات الاوليه كانت يعني هشك بشي حلوه، مو يجي منها بس مو افضل من الاصليه اللي اعتمدوها. الممثل بول رودي يا جماعه مؤدي شخصيه انت مان في عالم مارفل في لفته رائعه وانسانيه جدا. ارسل لطفل عمره 12 سنه خوذه انت مان مكتوب عليها كلام تحفيزي، وكمان رساله صغيره مكتوب فيها كلام تحفيزي وتوقيعه الشخصي. ايش قصة الولد هذا وليش بول ارسل له هذه الرسالة والخوذة؟ الولد هذا يا جماعة اصدقائه في المدرسة دائما يتنمرون عليه، بل انه في اليوم الاخير من المدرسة اللي يوقعوا فيه الطلاب دفاترهم لبعض ما حد رضي يوقع له دفتر وقاعدين يتنمروا عليه. المهم انه بطريقة ما وصل الخبر هذا لمين؟ للممثل بول رود. قرر انه لازم اخطو خطوة، لازم اخذ خطوة انا، ايش المتنمرين قليلين الادب هذولي؟ اكيد انه الولد هذا متحطم ونفسيته مرة تعبانة. راح أخذ خوذة إنتمان وكتب عليها رسالة تحفيزية وتوقيع، وسوى رسالة صغيرة وكتب عليها كلام تشجيعي. فحوى الرسالة إنه خليك قوي، والحياة ربما تكون قاسية في فترة ما ولكنها تتحسن مع الوقت أو تصير أفضل، كلام تشجيعي يعني فهمتوا. وأرسل هذه الخوذة والرسالة لهذا الولد، وحصلت هذه الرسالة والخوذة على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 240 ألف لايك. بول إنسان لطيف وجيد، كونوا مثل بول يا جماعة، انشروا الحب والطاقة الإيجابية في هذا العالم بدل التنمر وقلة الحياة على الناس الغلبانة. هذا الخبر صراحة مرة يضحك، أنا ضحكت عليه. سألوا الممثل كريستيان بيل في أحد اللقاءات، يعني بحكم إنك دخلت عالم مارفل وكذا وسويت شخصية جورا الرهيبة ذي، ودنا نعرف يعني إيش الأفلام اللي تابعتها في عالم مارفل قبل ما تؤدي هذه الشخصية في عالم مارفل. قال لهم والله يا جماعة تابعت فيلم كذا في واحد مرة ضخم وقاعد يجمع أحجار، يعني حاجة زي كذا. يقصد ثانوس، ما يعرف اسم ثانوس ولا يعرف إيش الأحجار هذه. واضح إنه الموضوع بالنسبة لكريستيان بيل only business. فلا تابع مارفل بلا بطيخ، ايش الشخصية هتعمل ايه وكيف تسوي، خلاص هات انتهى. لا لازم اروح اتابع اعمال مارفل كلها، طز اخر فيلم شفته في واحد جحش مرة ضخم وقاعد يجمع حجارة. الله المستعان يا جماعة. حلو يا كريستيان بيل، حلو، حبيت انك صريح مرة كذا. صور جديدة من المسلسل المنتظر هاوس اوف ذا دراجون. يا ذا المسلسل كيف انا متحمس له يا الله. انتشرت صور جديدة من هذا المسلسل، علما انه باقي على عرض اولى حلقات المسلسل تقريبا شهر. راح يتكون المسلسل من 10 حلقات كموسم اول فقط.
فقط أدري قليلة بس خلاص الله يعطيهم العافية، 10 حلقات بمسلسل ميزانية ضخمة زي كذا، وأتمنى أنه يكون فعلا حاجة تستحق الانتظار، وأنا متأكد أنها بتكون حاجة تستحق الانتظار. ولكن لحظة يا جماعة، ما لاحظت أنه في صورة مثيرة للاهتمام من بين الصور اللي عرضتها لكم، الصورة الجديدة المنتشرة؟ أيوة هذه الصورة شفتها، مثيرة للاهتمام صح، بالذات الشجر اللي ورا هناك. فاكرين فيلم أورفن يا جماعة اللي نزل سنة 2009؟ يب، عن البنت الصغيرة هذيك المختلة اللي تخليك تدعي الله ليل نهار إنك ما تقابلها في حياتك الواقعية. يا سلام عليك، حلو، فيلم ممتاز جدا ورائع لمحبي الشخصيات السايكوباثية والشخصيات المختلة. عموما أحب أقول لكم يا جماعة إنه الفيلم هذا راح ينزل له جزء ثاني هذه السنة بالتحديد في شهر أغسطس، يعني بعد شهر تقريبا، ونزل إعلان أولي للفيلم. وأحب أقول لكم إنه الإعلان جاب لأمي الهم والنكد، أنا ما أتحمل التوتر والضغط النفسي في أفلام السايكو، بل إنه أفلام السايكو وشخصيات السايكو ما تجذبني ولا أستهويها بشكل كبير، بس حبيت أشارك معاكم هذا الخبر لأني أعرف إنه الجزء الأول له قاعدة جماهيرية جدا كبيرة وفي ناس كثير يحبون هذا النوع من الأفلام. اللاعب الإنجليزي السابق والكبير ديفيد بيكهام راح يكون له مسلسل وثائقي في منصة نتفليكس، اللي يعرفوا إنه العمل ما زال جاري على هذا المسلسل وراح ينزل في منصة نتفليكس يوما ما. أعلنت منصة HBO Max إن مسلسلها المشتق من لعبة The Last of Us راح يتم عرضه السنة القادمة 2023، وبالتحديد في النصف الأول من سنة 2023 تقريبا. أنا ما لعبت اللعبة يا جماعة، ولكن اللي أعرفه إنه مجتمع الجيمرز مرة متخوفين من المسلسل وخايفين إنه يسيء للعبة، ولأنه اللعبة دي مرة لها جمهور كبير. ولكن أنا يعني كوجيه وكعادتي إيش أحب أقول دائما، انتظر نشوف لا تستعجلوا يا جماعة. تم نشر فيديو دعائي قصير لفيلم براد بيت القادم بوليت ترين، واللي يتكلم عن شخص أو مجموعة من الأشخاص داخل قطار يلقون أنفسهم في مغامرة مليانة أكشن داخل هذا القطار. الفيلم يا جماعة راح تكون مدته ساعتين ونص تقريبا، وراح يعرض في صالات السينما حصريا يوم 15 أغسطس الشهر القادم. أنا ما أبغى أتحمس للفيلم أكثر من اللازم، ولكن أفلام براد بيت دائما نتحمس لها صراحة، غير إنه الطاقم الممثلين في هذا الفيلم للأمانة مرة مثيرين للاهتمام غير براد بيت طبعا. مسلسل ميس مارفل انتهى بموسمه الأول قبل كم يوم، وللأمانة يا جماعة شخصيا أحب أقول لكم إنه المسلسل هذا عادي وأقل من عادي كمان، بل إنهم جابوا العيد فيه في أكثر من لقطة. طيب ليش تابعته يا وجيه إذا إنه يعني جابوا العيد فيه وإحنا ما نقدر نتابعه؟ مرتبطين في عالم مارفل، ما أدري إيش فيهم مارفل الله يهديهم، بس أقصد في العالم المسلسلات يعني. تابعت المسلسل على مضض، بل إنه بعض المشاهد كنت أسوي لها سكيب 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 من كثر ما هي مرة تجيب النوم. ولكن في شيء وجب ذكره بحكم إنه المسلسل انتهى. المسلسل تقييمه على موقع IMDb 6/10 تقريبا، ولكن في موقع الطماطم الفاسدة أو روتين توميتو النقاد أعطوه 98%، which is تقييم مرة عالي، والجمهور أعطوه 81%، which is مرة عالي. أنا بالنسبة لي أشوف والله لا 90 ولا 80 ولا حتى 70، ما يستاهل أرقام دي كلها. أنا على موقع IMDb دخلت قيمته 5/10، 5/10 مرة منصفة وحقه. وما أدري صراحة إيش رأيكم أنتوا، وأتمنى إني ما أسأت لأحد، لكن هذا تقييم شخصي وأنت لك أكيد تقييمك الشخصي، وقولوا لي رأيكم أنتوا كمان. منصة هولو يا جماعة تجدد مسلسل ذا كارداشيان إلى موسم ثاني. شوفوا ذا كارداشيان كان عندهم مسلسل زمان اسمه كيبينج أب وذ ذا كارداشيان، حاجة زي كده، مسلسل واقعي تقعد تتفرج حياتهم، كيف يفرشوا أسنانهم، كيف يتضاربوا، كيف يصرفوا فلوسهم، كيف يأكلوا، كيف يشربوا، كيف يطلعوا، كيف ينزلوا. فقبل فترة أنهوا مسلسلهم القديم وسووا مسلسل ثاني اسمه ذا كارداشيان على منصة هولو، وانتهى الموسم الأول وناويين يسووا موسم ثاني. واضح إنه إيش الموضوع، بزنس. أنا ما تعجبني النوعية هذه من المسلسلات أبدا، ولا أعرف شيء عن هذا المسلسل غير إني أشوف له لقطات غصب عن خشمي تطلع لي أحيانا، بس اللي أعرفه إنه المسلسلات الواقعية هذه لها جمهور جدا كبير حول العالم، علشان كذا هولو استثمرت في عائلة الكارداشيان وسوت لهم مسلسل خاص. ورسميا يا جماعة أعلنت منصة ديزني بلس إنها راح تسوي عمل أصلي وراح يشاركون فيه فرقة BTS الكورية. إيش هو المسلسل؟ ما نعرفش، أو إيش هو الفيلم، أو إيش هو العمل بالضبط أنا ما أدري، بس اللي أقول لكم يا جماعة إنه ديزني شايف البيزنس وين رايح، العالم يحبوا BTS، العالم يحبوا الكيبوب، العالم بدأوا يتوجهوا إلى الفن هذا، خلينا نستثمر فيه شوية فلوس ليش لا. فيلم الأنيميشن The Sea Beast أو وحش البحر صدر قبل فترة على منصة نتفليكس وحصل على تقييمات جدا جيدة، بل إنه الجمهور جدا مراجعاتهم تحت اللي قرأتها للفيلم جدا رهيبة ومبسوطين الناس. تقييمه على موقع IMDb إلى الآن 7.1/10. فلو أنت تحب أفلام الأنيميشن تابع فيلم The Sea Monster ليش لا. الفيلم يصلح للمشاهدة العائلية ولمن هم فوق 15.
14 سنة. جدت الممثل مايلز تيلر مرة تحب حفيدة يا جماعة، ولعله أخذها الحماس شوية وصرحت تصريح كذا وقالت فيها يا جماعة جيمس بوند القادم يصلح يكون حفيدي مايلز تيلر. لا من جد أخذها الحماس بزيادة. أوكي عموما بعد فترة رد الممثل نفسه اللي هو حفيدها مايلز تيلر وقال ياي ممتاز جدت اتحمست شوية يا جماعة فيما معنا. وبالنسبة لي يعني أوكي الممثل مرة رهيب ترى وله أدوار جدا رائعة، بس جيمس بوند وين؟ لا وين من جد وين؟ إحصائية يا جماعة تم نشرها تقول إنه مسلسل صراع العروش بالرغم من إنه انتهى قبل 3 سنوات بالرغم من إنه انتهى نهاية غير مرضية لكثير من الجمهور إلا إنه إلى يومنا هذا ما زال المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة HBO والمسلسل الأكثر طلبا للمشاهدة على منصة HBO. كمان تعظيم يا صراع العروش، كمان تعظيم يا جورج آر آر مارتن، مسلسل ما راح ننساه. عدد كبير من موظفين المؤثرات البصرية يرفضون العمل لدى استديوهات مارفل تماما. وي ايش بهم دولي؟ يقولون هذول الموظفين يعني انه الشركة مرة جالسة تضغط عليهم بشكل جدا مزعج، بل انه شركة مارفل تطلب منهم شغل مرة كبير في وقت جدا قصير وضيق وتضغط عليهم ومكرهتهم ومعيشتهم، بل انه بعض موظفين المؤثرات البصرية وصفوا شركة مارفل وقالوا انها اسوأ شركة ممكن يشتغل فيها موظف مؤثرات بصرية. انا ما ودي اسبق الاحداث ولا ودي اتفزلك، بس والله مارفل الخبر ذا مرة سيء مرة سيء، شوفوا لكم صرفة. علشان كذا بعض الافلام والاعمال الاخيرة لهم شفنا السي جي اي في بعض المشاهد مرة نايم، وقع بذا السبب ممكن ضغطوا عليهم سووا حاجة اي كلام الله اعلم. وبالحديث عن مارفل يا جماعة، صرح الكاتب الكبير جورج ار ار مارتن اللي كتب لنا عالم اغنية الجليد والنار ومسلسل صراع العروش والمسلسل القادم هاوس اوف ذا دراجون، تخيلوا ايش قال. يقول انا تابعت فيلم دكتور سترينج الثاني وللامانة الفيلم انا مرة عجبني، بل انه فيلم دكتور سترينج اعاد لجورج ار ار مارتن شغفه تجاه عالم مارفل. نحترم ارائك والله يا جورج ار ار مارتن، وانا متاكد انك ايش يعني لك وجهة نظر ممتازة. فيلم دكتور سترينج جيد جدا وليس اكثر من جيد جدا، بس لا تتحمس لمارفل القادم. انا بديت اخاف من عالم مارفل القادم، انا بديت اوسوس. لا خلوا ايمانكم قوي، ان شاء الله مارفل راح يضبط المظبيط، ان شاء الله انهم راح يتعلموا من اخطائهم، ان شاء الله انهم راح يضبطون المستقبل. الممثل مارتن لورنس يصرح ان فيلم باد بويز الجزء الرابع قادم لا محالة، ولكن الى الان ما حد عارف كيف ممكن تؤثر صفعة ويل سميث على خد كريس روك على سمعة هذا الفيلم. هل ممكن تأثر ولا ما راح تأثر؟ هل الناس راح تنسى مستقبلا ولا ما راح تنسى؟ ولكن عموما ايا كان الكلام اللي راح يصير مستقبلا، الغالب انه فيلم باد بويز الجزء الرابع راح يكون الاخير والنهائي لهذه السلسلة. ونختم يا جماعة اخبار اليوم بخبرين حزينة للأسف. الممثل القدير جيمس كان والمعروف بدوره الكبير في فيلم العراب بشخصية سوني او ابن العراب، اعلنت عائلته عبر تويتر انه توفي عن عمر يناهز 82 سنة يوم 6 جولاي من العام هذا او من العام 2022. ومن اليابان برضه كاتب ومؤلف عالم يوغي الشهير المانجاكا والكاتب كازوكي تاكاهاشي توفي برضه في نفس اليوم 6 جولاي من العام 2022 عن عمر يناهز 60 سنة. عاش كازوكي تاكاهاشي 60 سنة على هذه الكرة الأرضية، وترك وراءه إرث كبير يعشقه الكثير وتربت عليه أجيال وكبرت عليه برضه أجيال. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لو أعجبكم الفيديو. تبى تدعم قناة الوجيه، اضغط على زر اللايك واشترك وفعل جرس التنبيهات، هذا أفضل دعم تسوي. وانشر الفيديو على طريقك إذا قدرت طبعا. الله يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.